توالي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت ان برنامج التكافل اللي كنا بنتكلم عنه له بعد سياسي مهم، وهو اهتمام الدولة بالصعيد وتنميته، وكمان له أبعاد نوعية متمثلة في تمكين المرأة. وزيرة التضامن الاجتماعي قالت كمان في مؤتمر إنجازات المرحلة الأولى لبرنامج تكافل وكرامة إن أهم الإنجازات للبرنامج خلال العام الأول هو زيادة شريحة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وأكدت إن جميع المواطنين لهم حق الحصول على نفس الفرص والحصول على الحماية الاجتماعية والشراكة مع القطاع الأهلي والمدني والخاص. الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قال إن الدين العام المحلي بلغ 2,200,000,000 جنيه فقط في الفترة من يوليو لغاية ديسمبر 2015، يعني مش ده كل حجم الدين العام المحلي، ولكن ده في الفترة دي من يوليو لغاية ديسمبر، وإن حجم الإيرادات بلغت 192 مليار جنيه، ووصل العجز الكلي ل 168 مليار جنيه. رقم يخض، رقم العجز 168 مليار جنيه ضخم للغاية. الدكتور العربي أوضح في مؤتمر صحفي لاستعراض خطة العام الأول من التنمية المستدامة 2016-2017 إن استثمارات القطاع الخاص في مصر بتمثل الجزء الأكبر في حجم الاستثمارات بقيمة 115 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه استثمارات عامة بتتضمن القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة وكمان الشركات العامة. أضاف العربي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5% في النص الأول من السنة المالية الحالية مقارنة ب 5.5% السنة اللي فاتت.